أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا والدي يأمرني أن أصلح جهاز التلفاز وأرفض عليه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟ والله إذا كان يبي يستعمله في أمور محرمة فلا تصلحه، يستعمله في أمور محرمة فلا تصلحه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا الذي نراه لك. إذا كان أنه بيستخدم الجهاز للاطلاع على القنوات الفضائية وما فيها من شر وما فيها من فساد فلا يجوز لك أن تساعده ولا أن تصلحه. نعم.